تي في، عيش الخبر أينما كنت. حسرتها علي وحسرتي عليها، وصلتها ولم أعد إليها. ولد فيها ولم يطفئ شمعة العامين، ففي ذكرى مولده الثاني كانت نكبة حيفا. ورغم الغربة والتهجير عاشت حيفا في شاعرنا ليكتب لها وفيها. عشت في هذه المدينة عامين فقط، ومع ذلك عمرت وبنيت في ذهني ومخيلتي من خلال حكايات أمي وجدتي، حتى أني يعني تفاجأ أصدقائي الحفويين المعاصرين لما دخلت أني أكاد أعرف الشوارع. بين جبل وبحر وتنوع تضاريس ومساحة كبيرة، كانت حيفا كل حيفا قبل عام 48، قبل أن يفصلها الاحتلال إلى عربية وأخرى يهودية. في العربية انتهت عام 48، حيث أنه من 75 ألف عربي بقي فقط 3000، وتم حصرهم في حي معين، وتم بالتالي تهويد المدينة بأغلب أحيائها، وبالتالي أيضا هدم مساحات شاسعة من المدينة وأحيائها. اليوم عدد السكان تقريبا 35 ألف من 270 ألف، يعني ما يوازي تقريبا 11%، وبعيشوا بظروف جدا صعبة وقاسية لأنه تم حصرهم بأحياء معينة. الكرمل في مكانه السيد ينظر من عال إلى البحر والبحر يتنهد. حيفا، يحق للغرباء أن يحبوك وأن ينافسوني على ما فيك. هكذا بقي الشاعر محمود درويش هو الآخر متعلقا بحيفا، يحملها بين أشعاره في حله وترحاله. لتلفزيون القدس، لما أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.